أنا ما بفهم بالعسل، بس دراسات بتقول أنه فوق 60% منه مغشوش والباقي أكتريته فيه رواسب كيماوية وباستسايدز. مع برنامج الاشتراك من لاتوليا دوميال فيك تحجزي عسلاتك وتستلميهم دغري من المنحل بإشراف وكفالة مختصين. هيك بتطمني بالك أنه العسل طبيعي 100%، مش مخلوط، ما فيه سكر ولا أي مواد مضرة. ومش بس هيك، بوصلك إياه على البيت مع شهادة المختبر. اشتركي مثلي على atelierdumiel.com أو اتصلي على هالرقم تتحجزي عسلات موسم الصيف مثل السندين، الأرز، الزعتر وخيرون. برنامج الاشتراك من لاتوليا دوميال أضمن، أحسن، أوفر.